تسليم إيران طائرات مسيرة حربية إلى روسيا. بتقديرك ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تأكدت هذه المعلومات التي انتشرت انتشارا كبيرا للغاية؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. حياكم الله. لا شك بأن ما يحصل الآن من تسليم هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا هو تصعيد للعمليات العسكرية التي نشاهدها في أوكرانيا. الولايات المتحدة قصرت كثيرا في السابق في السنة الماضية عندما بدأ بوتين يحشد جيشه على الحدود الأوكرانية، كان بإمكان الولايات المتحدة وقف أو التهديد بوقف العمل العسكري الروسي إذا ما سلمت لأوكرانيا الصواريخ التي جاءت متأخرة جدا. آنذاك كان بإمكان بوتين أن يسحب قواته من تلك المناطق، أو بالأحرى كان سيعلم بأن الحرب لن تكون سهلة جدا في أوكرانيا، لأنه كان يفكر بأنه في غضون أيام قليلة سوف يسيطر على الوضع ويجتاح العاصمة كييف ويغير الحكومة ويأتي بحكومة موالية له. هذا لم يحصل، فإذا كان بإمكان الولايات المتحدة وقف هذا النزيف الهائل في خسارة الأرواح وخسارة الأملاك الممتلكات في أوكرانيا. هذه الطائرات روسية لديها عدد كبير من الطائرات المسيرة، ولكن روسيا خسرت كثير من المعدات في هذه الحرب، بحدود كما تقول التقارير الصادرة من أوكرانيا بحدود 39 ألف جندي روسي قتل إلى الآن، أسقطت أكثر من 200 طائرة مقاتلة روسية في أوكرانيا، كذلك بحدود 180 إلى 190 طائرة هليكوبتر، أكثر من 1000 دبابة. إذا أضفنا إلى ذلك أن صناعة الأسلحة وصناعة الطائرات والدبابات في روسيا توقفت في الوقت الحاضر لأنه الجيش الروسي يستورد قطع ومعدات من دول أخرى وبصورة خاصة من أوروبا والولايات المتحدة لصنع هذه الأسلحة. فإذا على الرغم من أن لروسيا طائرات مسيرة في الوقت الحاضر، ولكن إنتاجها تقريبا توقف في هذا الوقت. لهذه الأسباب تجد نفسها أنها بحاجة لكي تؤمن معدات عسكرية لكي تحل محل المعدات التي خسرتها. من ناحية أخرى، أوكرانيا استعملت الطائرات المسيرة منذ اليوم الأول للحرب منذ 24 فبراير، ولكن لم تفعل الشيء الكبير، الأعمال الكبيرة العسكرية تجدها في أوكرانيا من قبل الأسلحة التي ذكرتها مثل هايمرز فور اكزامبل وغيرها. هذه هي التي تؤثر. اذا لم يكن للطائرات البايراكدار التي كانت تشتريها وما زالت من تركيا لم يكن لها ذلك التأثير الكبير، وباعتقاد المسؤولين في البنتاغون يعتقدون بان هذه الطائرات لن تؤثر كثيرا في مسار الحرب في اوكرانيا.